إدارة حكومية فاعلة، وضعت الحكومة هذه الركيزة نصب أعينها والسير خطوة بخطوة نحو التحقيق الكلي والتام لهذه الركيزة التنموية ضمن رؤية كويت جديدة 2035. عقدت لجنة الإصلاح والتطوير بالمجلس البلدي ورشة عمل حول تحديات مشاريع خطة التنمية بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. الورشة تناولت إجراءات البلدية وخاصة مشاريع ميناء مبارك والمناطق اللوجستية والمدينة الطبية وكذلك الشبكة الضوئية الكبرى والعديد من المشاريع التنموية في البلاد. بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية، عقدت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي ورشة عمل مثمرة لدفع المعوقات والتحديات لمشاريع خطة التنمية. تم مناقشة الإجراءات البلدية الخاصة بمشاريع مثل ميناء مبارك وكذلك المناطق اللوجستية وكذلك المدينة الطبية وكذلك شبكة الفايبر أوبتيك وغيرها من المشاريع التنموية المتعلقة بالأندية الرياضية ومراكز الشباب وغيرها، ووصلنا إلى مجموعة من الإجراءات تساهم في تسريع عمل تلك المشاريع. الاجتماع اليوم كان هو اجتماع لتسهيل وتسيير أعمال هذه المشاريع بحيث يتم الإسراع في إنجازها. الاجتماع كان اجتماع متابعة، هناك تعاون كبير من جميع الجهات الحكومية وهناك تعاون كبير من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، مشكورين. هذا التعاون ما بين جميع الجهات وبتنسيق المجلس البلدي الآن ساهمنا في حل كثير من المعوقات الموجودة، وسنتوقع في الشهر القادم أن يتم حل جميع التحديات التي تواجه تلك المشاريع. ورشة العمل خرجت بدفع العديد من التحديات للمشاريع التنموية وبشراكة ومتابعة مثالية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. نشكر فيها بلدية الكويت التي قامت مشكورة في التجاوب السريع مع الجهات ذات العلاقة، الجهات اللي حضرت واللي كان عندهم مجموعة من التحديات، ووزارة الصحة في مستشفى ابن سينا في داخل منطقة صباح الصحية، مؤسسة العامة للمواني، الهيئة العامة للشباب، وزارة الأشغال العامة فيما يتعلق في ميناء مبارك، وأيضا من الجهات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. جهود مميزة بذلتها لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي وبرئاسة المهندس حمود عقلة العنزي كانت بصماتها بدفع العديد من التحديات لمشاريع خطة التنمية في البلاد. مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء حول هذا الموضوع قام مراسلنا الزميل وائل الحويدر بلقاء مع الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، فلنشاهد هذا اللقاء. جهود كبيرة تبذلها اللجنة وكذلك المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، جهود كبيرة مع المجلس البلدي، يعني يمكن من أهم وأبرز هذا الاجتماع هو الإنجاز وتحريك العجلة. ما هي أهم وأبرز أهداف هذا الاجتماع؟ احنا اعتدنا في التحديات التي تورد عندنا في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عند متابعة المشاريع، الخطة السنوية هي خطة التنمية. الآن هذه التحديات توردها الجهات اللي عندها مشاريع مع جهات أخرى، مثلا اليوم في لجنة تطوير الإصلاح بالتنسيق مع المهندس حمود العنزي رئيس اللجنة، شاكرا لدعوة هذه الجهات مع بلدية الكويت من أجل التغلب على هذه التحديات. في نهاية المطاف احنا وصلنا الى العديد من الحلول وتحديد البرامج الزمنية لرفع هذه التحديات، بالتالي الجهات التي وردت عندها تحديات في تفعيل وتنفيذ مشاريعها المدرجة في الخطة قامت بلدية الكويت مشكورة في رفعها. الجهات اللي كانت تم دعوتها هي وزارة الصحة، كان عندهم إشكالية في
مستشفى ابن سينا في داخل منطقة الصباح الصحية، بعد النقاش والمناقشة تم تحديد آلية للتغلب على هذا التحدي مع بلدية الكويت بناء ما أدرجه. مؤسسة المواني الكويتية أيضا كان عندهم تحدي في موضوع مشروع تطوير النقع البحرية، وأيضا عندهم مشروع ميناء الدوحة والمناطق التخزينية أيضا تم معالجة هذا الموضوع. هناك بعض الموضوعات يمكن تحتاج إلى بعض الدراسات إلى أن يتم تجاوزها وحلها، وتم إعطائنا تواريخ محددة أيضا في رفع هذه المشاكل. أيضا الهيئة العامة للشباب كان عندهم 5 مشاريع لمراكز شباب، كانت هناك مشكلة في تخصيص الأراضي لوجود عوائق، تم تسليم واحدة منهم، بقوا 4، وأيضا قبل نهاية السنة إن شاء الله راح يستلمون المواقع الأخرى بالتخصيص. بالإضافة إلى مؤسسة العامة للهيئة العامة للرياضة اللي بلدية الكويت مشكورة قبل الاجتماع قاموا بحل هذا الموضوع، ما عندنا أي عوائق ولا مشكلة، بالتالي أن هذه كانت محلولة عندهم. وزارة الأشغال العامة فيما يتعلق في ميناء مبارك أيضا كان هناك مجموعة من التحديات لها علاقة في التراخيص وغيرها، فهذه والله الحمد تم رفعها. هذا التعاون اللي قاعد أشوفه أنا ما بين الجهات، بلدية الكويت بتنسيق معنا مع الأمانة العامة للمجلس على التخطيط والتنمية، باعتبارنا أن احنا نتابع تنفيذ الخطة التنموية والمشاريع اللي ذكرت فيها. صراحة تعاون مشكور، وهذه هي الجلسة الورشة الثالثة. احنا نقوم بعقد هذه الورش من فترة لفترة بعد ما تجمع عندنا التحديات ويتم معالجتها أول بأول. نعم دكتور، مثل هذه الورش كيف ترى يعني إنجازاتها هذه الورش، وهل تساهم بشكل واضح وسريع في تحريك عجلة التنمية؟ شيء طبيعي. ليش؟ لأن أحيانا بعض المشاريع توقف بسبة دورة مستندية، عدم وضوح في الرؤية، عدم وجود الأشخاص المشرفين والمعنيين في هذه المشاريع، فهذه الورش تتيح وخلق هذه المنصة. هذه المنصة وايد مهمة، اللي هي تقوم بمعرفة الأسباب بواقعها، تحديد التوجيهات، وأيضا الالتزامات. لأن هذه الورش عندما تطرح فيها التحديات يطرح أيضا مع الحلول التزامات، لأن احنا بعد ما أخذنا الالتزامات المعنية من الجهات ومن بلدية الكويت والمجلس البلدي راح نبدأ نتابع نشوف هل أن تم حلها ولا لا. راح نرجع مرة ثانية نعقد الورشة ونشوف هل تم رفع التحديات ولا لا. احنا اللي مسوينا في نظام المتابعة في الأمانة العامة للمجلس للتخطيط والتنمية أن تفتح نافذة تحديات عند كل جهة معنية، يعني نافذة تحديات في بلدية الكويت، الجهاز مراقبين، كل الأجهزة المعنية اللي قد تكون مؤثرة في نقدر نقول وضع تحدي على المشروع في إنجازه. احنا في تقرير المتابعة نذكر بوضوح أن التحديات الموجودة إما تحديات إدارية متعلقة بالدورة المستندية الداخلية أو ما بين الجهات، أو تحديات رقابية اللي هو عبارة عن مجموعة من الموافقات وغيرها، أو تحديات مالية ومتعلقة في الاعتمادات المالية، أو تحديات فنية، أو تحديات تشريعية. اللي لقينا أغلب التحديات تنصب في تحديات إدارية أو تحديات ما بين الجهات.